عبد الله بن حذافة على ملك من ملوك الروم لما أسروه رضي الله عنه وأصحابه، فلما أسر قال لا تقتلوه وإن مرموا بالسهم بين جنبيه ولا أريد أن تصيبوه، فصاروا يرمونه بالسهم يخوفونه، ثم قال قفوا، ثم قال له اترك دين محمد وأعطيك نصف ملكي وأزوجك ابنتي، قال والله لو أعطيتني ملكك كل ما تركت هذا الدين، قال إني قاتلك، قال افعل ما تشاء. فأوتي بقدر عظيم فيه الماء الحار يغلي، فأخذ أحد الأسرى فألقي في القدر فصار عظاما تلوح، مات بشدة حرارة الماء، فقالوا له إن لم ترجع عن دين محمد ألقيناك فيما ألقيناه فيه، قال افعلوا ما شئتم. فأخذوه وحملوه على بكرة ليلقوه من بعيد في هذا القدر العظيم، فلما رفع بكى، وكانوا ينتظرون هذه الساعة، بكى يعني خاف لعله رجع، فقال قفوا، قال بكيت؟ قال نعم، قال ما الذي أبكاك؟ قال أبكاني أنه ليس لي إلا نفس واحدة تذهب الآن في سبيل الله، قال بكيت أنه ليس لي إلا نفس واحدة تذهب الآن في سبيل الله. فأخذوه إلى السجن فمنع من الطعام حتى إذا بلغ به الجوع والعطش مأخذا، قال قدموا له الخنزير والخمر، فقدموه له فما شرب الخمر ولا أكل الخنزير، فأخبر الملك فقال ادعوه لي بعزتي، شغل الملك كأن ما عنده شغل إلا هذا الرجل، فجاءه فقال ما لك لم تأكل ولم تشرب وقد منعت من الطعام أي، قال فما منعك إذن؟ قال ما أردت أن أشمتكم بالإسلام، أموت ولا تشمتون بدين الله تبارك. فقال له الملك حينئذ قبل رأسي وأخرجك، قدم أي شيء، تنازل عن أي شيء، قال قبل رأسي وأطلقك، قال تطلق جميع الأسرى، قال أطلق جميع الأسرى قبل رأسي، فجاء وقبل رأسه ووفى له الملك، فأطلقه وأطلق جميع الأسرى. فلما دخل عبد الله بن حذافة على عمر وأخبر عمر بما وقع لعبد الله بن حذافة رضي الله عنه، قام إليه عمر وقبل رأسه ثم قال عزمت على كل من يرى أن لي عليه طاعة أن يقوم ويقبل رأسه.